الهلال على التعادل اللي حصل اليوم. كنا نتمنى ان نحصل على 3 نقاط، ولكن ما الله كتب. في اسباب كثيره الحقيقه، اسباب يعني تتعلق في المباراه نفسها ورتم المباراه وطريقه المباراه والاخطاء اللي حصلت الفرديه في المباراه، واسباب سوء حظ او سوء طالع واجهنا، وسبب ايضا اعتقد انه حارس نادي الفتح وفق كثيرا اليوم، وفي سبب ايضا اللي هو يعني انا اعتقد انه المباراه مشت بطريقة تحكيمية سليمة. يعني شوف، احنا نحترم الحكم الأخ ممدوح، الأخ المرداسي، ونحترم جميع حكامنا، وإن شاء الله أنه يعني ما نتهمهم بأي شيء سيء، ولكن أنا أعتقد أنه لا يزال الحكم السعودي بسبب سوء لجنة الحكام وسوء من يرأس لجنة الحكام، أعتقد أنه لم يطور أي شيء بالنسبة للتحكيم. أنا أعتقد أنه الحكم السعودي لا يزال يعاني من ضغوط كثيرة. أنا بتكلم بشكل الحقيقة يخص نادي الهلال، ما لي علاقة بأي نادي آخر، ولكن نادي الهلال أنا ما أعرف ليش في السنوات الأخيرة كل ما نافس يأتي حكم سيء ويفسد ما نعمله. هذا لا طبعا هذا لا يعني إنه إحنا ما خسرنا إلا بالتحكيم، ولكن في غلطات تحكيمية واضحة أنا أعتقد خلال المباراة، من هالهدف الثاني لنادي الفتح أنا أعتقد أنه كان، أعتقد والله أعلم، أنه كان من تسلل واضح. بعض الأخطاء اللي حصلت من الحكم، في بعض الأخطاء البسيطة ولكن تؤثر على سير المباراة وتؤثر على حتى تركيز اللاعب خلال المباراة نفسها. أنا أعتقد لجنة الحكام لجنة سيئة جدا، يجب أنها طبعا الحمد لله قرب إن شاء الله أشهر إن شاء الله ويتغير الاتحاد كامل بما فيه هذه اللجنة. نتمنى إن شاء الله من يرأس اتحاد القدم القادم أو الاتحاد القادم يعتني جدا بالحكم. ولا يعني الحقيقة فوز الأخ المرداسي بجائزة آسيوية وتقرها لجنة الحكام الآسيوية أنه هذا ثناء له. أنا أعتقد لجنة الحكام الآسيوية لما تعطي أي جائزة هذا معناته سوء في الحكم، لأن الحكام الآسيويين كلهم يعني على مستوى، أو من ترشح لجنة الحكام الآسيوية عادة ما يكون الحكم الجيد. المشكلة في عمر المهنة نفسه؟ أنا أعتقد في اللجنة ككل، يعني ما أقدر أقول شخص، عمر هو واحد من في لجنة ويرأس اللجنة، لذلك إحنا كل واحد يرأس. أنا أرأس نادي الهلال، أتحمل ما حصل اليوم بالنسبة لنادي الهلال. إذا في أخطاء إدارية نتج عنها هذا التعادل أتحمل الخطأ، لأني أنا رأس نادي الهلال، فهو يرأس لجنة حكام يتحمل مستوى حكامه. إلى أي مدى سمو الأمير من الممكن أن تشعر بأن هذا التعادل قد يعطل مشوارك نحو تحقيق اللقب؟ لا إن شاء الله، إن شاء الله الهلال لن يتعطل، يمكن لعل في الأمر خيرة، يمكن المباراة اللي مثل هذه تعدل كثير من الأخطاء، إذا كان في أخطاء فنية أخطاء لدى اللاعبين. كل ما أرجوه من جمهور الهلال عدم القسوة على أي لاعب، كل اللاعبين هذول فرحوكم، كل اللاعبين هذول أعطوا، العتب عليهم وعلينا وعلى المدرب نقبله على عيننا وعلى رأسنا من جمهور نادي الهلال، لكن لا يستمر هذا العتب والانتقاد الحاد. اللاعب بحاجة تشجيع، اللاعب بحاجة مؤازرة، اللاعب بحاجة، أي لاعب يخطئ حيعدل خطأه بإذن الله، حيستفيد من نقد الجمهور. أي لاعب يخطئ سبق أنه فرح الجمهور. دائما سمو الأمير لا تفضل أن تظهر إعلاميا، إيش معنى اليوم فضلت أن تظهر إعلاميا؟ يعني الحقيقة صبرنا كثير الحقيقة على ظلم يتعرض له نادي الهلال، قلنا لعل الأمور تتعدل إن شاء الله، وجدنا أنه ما أعتقد أنها حتتعدل. يظلم تحكيميا، برأيي أن الهلال أيضا طبعا ضغط المباريات اللي حيتم في الأسابيع القادمة أيضا ضغط قوي جدا علينا جميعا، أن إن شاء الله إن كإدارة كلاعبين كجهاز فني ان نحن نحتوي هذا الضغط، وان نحاول ان شاء الله نطلع اللاعبين من تعادل هذا اليوم، وباذن الله ان شاء الله المباريات القادمه في نستطيع ان شاء الله مواصله الصداره. الامير، ايش الاسباب اللي ظهر فيه شد بين اداره الهلال او اداره الفتح او دكت الاحتياط في لقطات تلفزيونيه؟ والله انا يعني بالنسبه للانديه كلها، بالنسبه لنا اخوان واعزه، انا استغربت الحقيقه يعني بعض التصرفات من الجهاز الفني لنادي الفتح تجاه احتياط نادي الهلال، هذا كان مدى استغراب. كان اتجاه نادي يعني احتياط نادي الهلال كانت هي مستفزه لكم؟ ما اعرف، انا كان في اتجاه ما اعرف وش يقولون بالضبط، ولكن انا اشوف الجهاز الفني كله جاي ويأشر بطريقه غريبه على الاحتياط نادي الهلال. شو اللي دار سمو الامير بينك وبين رئيس الفتح؟ إذا قلت عفوا أن الهلال ككيان كبير في المملكة بغض النظر عن كرة القدم، وأنت تقول أن الاتحاد قريب سيرحل إن شاء الله، هل تخطط أو يخطط الهلال لكي يكون له
مثلا مجلس اتحاد قادم من الممكن أن يرشحوا أن يدعموا أن يكون تحالفات الهلال مع مجلس اتحاد قادم؟ أنا بغض النظر، شوف أنا أحترم كل رجال اتحاد كرة القدم، أحترم الأستاذ أحمد عيد، أحترم كل من يعمل في الرياضة، وأقدر أنهم كلهم يتعبون ويأخذون من وقتهم الكثير. أنا ترى ما أهاجم أحد، أنا أقول لك أنه اتحاد القدم لما قلت لك يا متعلق بلجنة الحكام، فاللجنة اتحاد القدم سينتهي بعد أشهر. أتمنى أنه لجنة الحكام، وهي لجنة مهمة جدا في اتحاد كرة القدم، أنها تكون أنه اللجنة هذه تكون متطورة بشكل أكثر، تدعم أكثر من الاتحاد القادم. إذا كان عندهم مشاكل مالية يدعمون اللجنة هذه، إذا كان الحكام ينقصهم بعض الدورات يعطونهم بعض الدورات، إذا كان الحكام يعانون من ضغط إعلامي يحاولون أنهم يحمون الحكام من هذا الضغط الإعلامي. يعني إحنا بالنهاية نبغى دوري خالي من الشبهات، هذا ما نتمنى. أمير الهلال، أنت تتحدث عن ظلم بالنسبة للهلال من داخل لجنة الحكام من داخل اتحاد الكرة، هو فقط ظلم على مستوى اللجنة ولا يتعرض الهلال إلى ظلم في لما تتحدث عن ضغط؟ يعني أنا أشوف، أنا لما أقول لك ظلم، الظلم هذا غير، أنا ما يمكن أقول لك ظلم مقصود أو غير مقصود. النتائج أو سير المباريات، أحيانا سير جميع مباريات الدوري يبين أن هناك في الهلال ظلم بأي طريقة كانت، ولكن الهلال ظلم. لا ما أقول لك أن الظلم مقصود، ولكن نتيجة المباراة ونتيجة مباريات أخرى تظلم نادي من التحكيم فقط ولا من والله أنت تدافع عن التحكيم بشكل مبالغ فيه، ولكن ولكن أنا أقول لك أنه قد يكون معلومات التحكيم عندك، ما أعرف اللجنة، لكن أنا أتكلم عن نادي الهلال. نادي الهلال يظلم تحكيميا. لكن سمو الأمير، تحكيمنا السعودي حاليا يعني خارجيا هو يعتبر من أفضل حكام آسيا. يمكن المداسي. يمكن أنت من أفضل إيش؟ أحد المرداسي من أفضل حكام آسيا. من اللي رشحه؟ الاتحاد الآسيوي. أي لجنة؟ لجنة التحكيم الآسيوي. يس. أجل هذه ما هي جائزة، هذه مضرة له. سمو الأمير، بخصوص التحكيم وصلكم رد عن حكام نهائي ولي العهد؟ والله نتمنى إن شاء الله أنهم حكام أجانب، يعني الإخوان في نادي الأهلي يتمنونهم حكام أجانب ونحن نتمناهم حكام أجانب. سمو الأمير، أنت راضي عن ما يقدمه دونيس خاصة مثل في المباراة الأخيرة تلعب على أرضك، تلعب محورين وخمسة دفاع؟ يا أخي هذه نقطة مهمة جدا، هذه يستخدمونها، ما أعرف يستخدمونها مرتين. إذا لعب ضد فريق كبير قالوا كيف تهاجم، ونفس الطريقة ونفس اللاعبين. وإذا لعب أمام فريق أقل من مستوى الهلال قالوا أنت كيف الدافع. الطريقة ترى ما هي طريقة دفاعية بحتة، يمكن مدرب شرحها 50 مرة فأنا ما أستطيع أني أشرحها بعد شرحها. بس أنتم راضين عنها؟ يعني أنا راضي عن عمل المدرب بشكل عام، مجلس الإدارة مو أنا بالحالي، مجلس الإدارة راضي عن عمل أرقام المدرب تجعلنا نرضى عنه. أخطاء أنا أخطي، هو يخطي، اللاعبين يخطون زي ما أخطوا بعض اللاعبين اليوم، المدرب يخطي، ما في أحد، ما أنتم تخطون، الجميع يخطي. لكن إن إحنا نقول نستخدم إنه طريقة المدرب، إذا لعب مع فريق كبير قالوا أنت كيف تهاجمه بنفس الطريقة وبنفس الأسماء ونفس طريقة اللعب، وإذا لعب مع فريق صغير قالوا أنت كيف الدافع. فأنا ماني عارف، أبغى واحد في الوسط يقول لي وش يعني، يعني نفس الشخص، المشكلة نفس الأشخاص تلقاهم يقولون المرة هذه.